على اسم عبد الحميد ابراهيم. اهلا وسهلا. عاوزين احنا اولا من اجل ان تعيش البلد في امن وامان لازم اولا نشر الامن والامان داخل البلد. لازم الامن ولازم يبقى في انتشار كافي للشرطه ورجال الامن داخل البلد. لو ما دام في امن وامن وامان داخل البلد يبقى اذا الناس هتقدر تعمل وتنتج، يبقى الناس تعيش في امان. بعدين الناس عايشين في قلق، يعني الناس عايشه في الناس ماشيه في الشارع عايشه في قلق، الناس في بيوتها عايشه في قلق. لو في امن وامان الناس هتقدر تعيش في سلام وهتقدر تنتج، والمسلمين والمسيحيين هيقدروا يعيشوا في امان مع بعض، ونحارب الفتنه ونحارب الفتنه ونحارب الفتنه داخل البلد. فيجب ان البلد اولا، يعني البلد تساعد على نشر الامن والامان، ويبقى في انتشار كافي لرجال الشرطه ورجال الامن داخل البلد. بجانب القوات المسلحه، عشان تقدر الناس تعيش في امن وامان، والناس تقدر تنتج، والناس تقدر تعمل، والناس تقدر تمشي في الشارع في امان. بس وربنا يسعدك. عايز اقول يا جماعه ان احنا مش عايزين فتنه في البلد، وعايزين نعيش في امان، واحنا مبسوطين جدا للكنيسه اللي هي الجميله فيديو. عايزين نشكر الاستاذ عصام شرف، وعايزين نقول يا جماعه احنا عايزين نعيش في، والمسيح والمسلم ايد واحده. ومش عارفه اقول ايه بصراحه، وعايزين نشكر اسم نرمين احمد. ماشي. عايزين نشكر طبعا الاستاذ عصام شرف على الحياه اللي هي عاملها دي، ويا ريت يجي ينورنا ونشوفه ونشكره جدا. هو جه؟ لا شفتهوش بصراحه. عايزين نقول هو نور امبابه كلها. وعايزين يا جماعه نقول احنا المسيح والمسلم ايد واحده، ومش عايزين خراب في البلد، وعايزين نعيش في امان عشان ما نتعبش يعني. بس وشكرا. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا مبسوطين جدا ان انتوا شفتوا بنفسيكم ان في محبه بين الاخوه المسلمين والاخوه المسيحيين. بس احنا دلوقتي عايزين اللي احنا بنتمناه من ربنا، ان لازم الامن يكون موجود. مفيش امن، الخدمات مفيش، احنا عايزين امبابه دي يكون فيها خدمات اكتر من كده، مش علشان ان مسؤول جاي او حد جاي يبقى في خدمات، لا، احنا عايزين باستمرار الخدمات في امبابه. الانوار شغاله، السفلتة شغاله، كل ده شغال، المدارس، المراقبه هنا وهنا، والشباب اللي في الشارع. احنا بنتمنى من ربنا، احنا متشكرين جدا ان هم كمان عملوا جامع التوحيد مع الكنيسه، ودي كانت حاجه كويسه جدا فرحت الناس. احنا عايزين الامن، اهم شيء الامن. الثوره قامت ومتشكرين وكل حاجه، بس ثوره من غير امن ما ينفعش. لازم الامن اهم شيء يرجع زي ما كان. متشكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين كل واحد في مكانه يتقي ربنا، يعني المدرس في المدرسة وفي المستشفى، كل واحد، رجال الأمن في الشارع، كل واحد في مكانه يتقي ربنا. لأن مش بس الكبار اللي كانوا حرامية، اللي أصغر منهم كل واحد في مكانه يتقي ربنا عشان البلد دي تنجح وتبقى كويسة. يعني دلوقتي في المدارس في دبلوم تجارة، قسم قانون، دول ما خدوش كتب اصلا من اول السنه، ما استلموش كتب. وفي الامتحانات دلوقتي امتحانات ما عندهمش منهج يمتحنوا فيه، هم يحاسبوهم على ايه؟ على اي اساس ان هم يمتحنوهم في منهج؟ مش احنا دلوقتي في الموضوع لا، ما هو كل مواضيع شبكه في بعضها، كل المواضيع شبكه في بعضها. لازم كل واحد يتقي ربنا. شكرا.